ممتاز، يعني الشرطة أخذته. منيح. ليكي سمرة، بدي اياك تفكري معي شوي. مهند اللي شايفتيه قدامك ظلموه وحطوه بالحبس 4 سنين وضل ساكت، وصدقيني الموت شافه بعيونه وما هز منه ولا شعره، فأكيد وحدة جربانة مثلك ما رح تقدر تخوفه وتهدده. برأيي يعني واحد مثلي إذا حدا غلط بحقه أو حتى فكر إنه يغلط معه شو ممكن يساوي؟ ما بيحول لك حياتك لجحيم؟ أكيد بده يحولها لجحيم يا سمرة. وين ما بدك تروحي روحي بلاقيكي، وقت رح تتمني الموت وما تلاقيه. لهيك فكر منيح بالموضوع وحاولي إنك ما تغلطي معي يا سمرة. على كل إن أنت حرة، ساوي مثل ما بدك، حاولي تعملي اللي بيطلع بإيدك، ما عندي أي مشكلة، بس إذا حدا عرف ولو من باب الصفة ما تلومي إلا حالك. رح صير كابوس حياتك، عم تفهمي؟ وين ما بدك تخبي مني، حتى لو رحتي على آخر الدنيا أنا رح لاقيكي. وقتها بس رح تعرفي الخوف. هيك لك. ماشي ماشي، كله منيح. أخوه لمهند صار جوات المخفر. والله مهند رح يموتني هالمرة. أنت بدك هالشي يصير مو هيك؟ أنت حابب مهند يموتني؟ حاجتك جنان. وهي مؤيد هلأ فات على الحبس من تحت راسي، مهند رح يموتني. كوني مطمنة، ما في حدا بيمس شعرة واحدة منك طول ما أنت بحمايتي. تركنا من سيرته لمؤيد، يصطفل، بده يدخل السجن، بدهم يحكموه ويصير يلي بده يصير. خلينا منه شوي هنيك بركي بيرجع له عقله، ومثل ما بيقولوا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يلي صار منيح مشانك، أهم شيء إنك خلصت من هالحمل. برأيي لا تتدخل وخلي الموضوع يمشي لحاله. المخفر من هون لوين رايح مهند؟ مشكلتي مو مؤيد يا علي، أنا هلأ عم فكر كيف رح أقدر لاقيها لهالشرشوحة سمرة. معلم السيارة جاهزة. يلا جاي. لوين رايح؟ أنا مسافر لبرات البلد كم يوم. معقول تروح وتتركني لحالي بالبيت؟ خاطرك يا حلو، أنت رايح وتاركني طعم مو هيك؟ رح تتركني هون مشان موت؟ لا، عندي شغل. ما بتخاف إنه مهند ممكن يقدر إنه يلاقيني هون؟ هون ما حدا بيلاقيكي يا سمرة، الرجال تبعي رح يكونوا حواليكي تحسبا لكل الاحتمالات. مزبوط رح روح، بس رح تضلي تحت حمايتي. لا يكن لك فكر، أنا رح يكون عندي علم بكل تليفون رح تحكيه وبكل خطوة من خطواتك، لهيك ما في داعي تخافي من مهند. إذا أنت قررتي يا سمرة ما تتغابي، هو ما في يعمل لك شيء أبدا. يلا ديري بالك على حالك.